السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، اليوم راح نتكلم حول موضوع صناعة البطارية، نبدي بها من الصفر لحد اللحام. ما نوصل اللحام، اللحام إن شاء الله في الجزء الثاني. مثل ما شاهدون أخواننا، نجي نجيب البطاريات، نجمعهن البطاريات، أول مرة نفحصهم فحص خارجي من الأمور الأخرى، التلف ما تلف، هذين البطاريات أكثر جديدة. نبدي نستخرج البطاريات من الأغلفة مالتها، ننظفها، نفحصها فحص نظري عيني، نشوفها نشيكها، نجمع البطاريات كلها. بعد التنظيف وتنظيف البطاريات من الأسلاك ومن قطع التوصيلات البليت والنيكلات الموجودة اللي تربط بين البطاريات، نقوم بفحصها فحص مبدئي من ناحية أنه قدرة البطارية. البطارية اللي جيدة تكون شكلها نظيف، ما منتفخة، ما بيها أوساخ، ما بيها أي تليف، أي أمور أخرى، لأن ضروري البطارية الخارجية تكون نظيفة. يعني لما تفحص البطارية تكون لازم شكلها نظيف، ما بيها انتفاخ البطارية، ما بيها تلوث، ما بيها ملح، ما بيها تكلسات، ما بيها زنجار، وتتأكد انه البطارية انه قوية، يعني جيدة شكل الخارجي، المظهر الخارجي جيد. هذا مهم جدا. بعد ما نفكك جميع البطاريات ونفتحهن ذني ونشيكهن ونفحص فحص خارجي ونتأكد من عدن تأكد انه ما بهن شيء، نبدي ننتقل الى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة فحص البطارية وحدة وحدة. بهاي الفترة هنا نشحتاج يحتاجنا انه نفحص البطاريات الفولتية مالتها، يعني لازم تكون كل بطارية بيها أكثر شيء من 1 فولت وفوق. البطارية اللي بيها 1 فولت وأكثر من 1 فولت، هاي نعتمدها اعتماد أنه نشحنها قابلة للشحن، بيها مجال، لأن تعرفون هاي البطارية هي متروكة صار لها سنين، ذلك الفولتية محافظة عليها، معناتها بيها كفاءة جيدة، لكن تحتاج إلى فحص ثانوي. أما البطاريات اللي تصير جوا الواحد فولت، هنا عندنا اكو طريقتين بالنسبه للفحص جوا الواحد فولت واللي واصله لمرحله الصفر. يعني لما تفحصها بجهاز الام تلقيها صفر، هاي مرحلتها وشغلها، يرادلها شغل خاص. اما جوا النص فولت، جوا الواحد فولت، هاي ممكن تخليها بالشاحنه وتشحن عادي وتراقبها وماكو مشكله بيها. لكن بالنسبه للبطاريات اللي تصير جوا اللي بيها تقريبا صفر فولت، هاي احنا نحاول شو نسوي، نشحنها بشاحنه هي احنا نسميها مجهز قدرة، باور سبلاي، نفس اللي يستخدم في أجهزة الموبايلات والصيانة. نفحصهن، نغذيها فولتية فد 1 فولت، من تصعد الفولتية 1 فولت نخليها قبل بشاحنة عادية، شاحنة يعني من هاي الشاحنات القواعد اللي سود، نشحنها شحن ونطيها، وبعدين نرفع الشاحنة. يعني المهم نطيها فولتية، نطيها 1.5، أكثر من 1.5، 2 فولت، يعني قد ما يصعدنا فولت نطيها، بعدين نتركهن على صفحة. هذني اللي كان صفر فولت ونشحنهن شحن سريع، او نشحنهن عن طريق الباور سبلاي، نعطيها باور من الباور سبلاي مشيهن، نعزلهن على صفحه ونشحنهن بعدين بشاحنه خاصه هي الليثيوم، مال الليثيوم ايون، نشحن شحن فول ونتركهن لمده بقليل 15 يوم بعد ما نسجل بيانات الفولتيه مالتها. بعد ما نشحنها شحن كامل اخذ بيانات الفولتيه، اسجل على كل وحده بطاريه فولتيتها، لو فرضا وصلتها 3.5 فولت، كلهم 3.5 فولت، أورا 15 يوم إذا لقيت نازلات جو 3.5 واصلات 2 فولت 2.5، هاي أتلفها. أما 3.5 نازلة شيء بسيط، نقدر نقول 3 باقي وربع، 3 وفوق الربع، لا ما عندي مشكلة بهاي، أعتمدها إنه بطارية جيدة لا بأس بها. لكن هالطريقة هاي دائما يكون بنسبة التلف عالية، يعني بس إحنا نحاول نطلع استفادة من البطاريات اللي بالصفر. أكو بين يشتغلن والكثير من لا مزينات، فهاي مسألة الفحص البطاريات. نلتقي الى طريقه ثانيه بالنسبه للبطاريات الفحص العادي. هنا ناخذ البطاريات اللي فحصناها فحص جيد واللي هي 1.5 فولت 1 فولت وفوق، راح نخليها بشاحنات الاوبيس. شاحنات الاوبيس هاي هي شاحنات مخصصه لشحن البطاريات الليثيوم، تنطينا قدره البطاريه مثل ما تلاحظون هسه قدامكم، قدره البطاريه الفولتيه مالتها، السعه مالتها، المقاومه الداخليه. هذني مهمات بالنسبة للبطارية، لأن إحنا شلون نعرف بطارية جيدة؟ نفحص السعة الداخلية مالتها، لازم تكون السعة مالتها يعني قدرة البطارية. فرضا هسه قدامكم نشوف هنا مثلا ساعتها، مثلا عندنا البطاريات الموجودة، تلاحظون هاي الساعات تساعدنا،
هسا عندي مثلا هاي الساعة 1947 أسجل عليها 1947، يعني هاي أمبيرين إلا شيء بسيط. فأجمع كل القياسات وأوضحهن على رقم البطارية وأحتفظ بهن ذني عمود، بعدين لما أجي أخليهن بالباك وأوضحهن بالباك مالتهن العمود، يعني أحسب هاي القدرات ذني 1947 2034 1993 أجمعهن يطلع عندي ناتج 4 بطاريات، كل عمود 4 بطاريات، مثلا نقدر 9 أمبير على مجموع 100 بطارية أو 60 بطارية أو 75 بطارية، أجمعهن يطلع عندي ناتج العمود الكامل. ضروري أنه نفحص المقاومة الداخلية ونفحص ساعات البطارية ونسجلهن ذني على البطارية عمود، نعرف أنه قدرة البطارية. وبعد هذا الفحص تنترك البطاريات بالقليل فد يعني أسبوع إلى 10 أيام، ونجي بعد ما نشيكها لازم تكون فولتياتها ما تنزل جوا 4 فولت، يعني لو شحناها 4 و16 4 و15 لازم ما تنزل جوا 4. إذا نزل جوا 4 يعني تعتبر بطارية أكو بيها تسريب، أكو بيها تفريغ ذاتي، هاي معناته البطارية تكون مو صحيحة، لازم تنعزل وتتلف. يعني موضوع فحص البطارية ضروري جدا خصوصا الليثيوم، موضوع تسجيل بيانات البطارية عليها ضروري، موضوع يعني جمع المعلومات اللي يكون عليها ضروري، لأن هي بطارية هاي مال الليثيوم قطعة واحدة، احنا حنجمع 1000 قطعة، ذلك لازم تكون كل البيانات متشابهة والأرقام تكون يعني متقاربة، يعني ما تكون أرقام مختلفة. من ناحية الأرقام المختلفة نقول بها معناتها أنه لازم تكون فولتيات تكون 4 فولت وفوق، ما ممكن 4 فولت و3.5 فولت تجمعهن، يعني لابد أن تشحن شحن كامل وتتركهن يومين 3 4 أسبوع 10 لحد ما نعرف قوتهن وقدرتهن. إذا لقيناها مستقرات بالشحن، مثل لاحظنا هسه قدامكم حاليا نشوف المقاومة الداخلية، نسجل المقاومة الداخلية، يعني إنه إذا كانت جوا 200 ماكو إشكال بها، يعني 200 250 150 190 95 94، لأن مقاوماتهن يعني مسموح بهن ما عندنا مشكلة بهن. فنسجل كل البيانات ونجمعهم بالباك، ولازم تكون بطارية فولتياتها متقاربة وساعاتها تكون متقاربة، عمود نكون احنا سوينا عمود، ونضع البطاريات المتقاربة بجنب بعض والبطاريات المتباعدة ما نخليهن، يعني مثلا 1.5 أمبير و1.2 أمبير نفرزهن. عندنا الشاحنات الثانية اللي قلنا لكم عليها بداية الفيديو، هاي الشاحنات العادية، شاحناتها ما تعطينا أرقام، تعطيني ساعات بس، مجرد تشحن فول البطارية، بعد ما تشحن البطارية صار فول، صار عندك خضرة. هاي نشحن الشاحنات السريعة، البطاريات متأكدين أنها جيدة وهي جديدة، مثل ما شاهدوا قدامكم هاي البطاريات. يعني الفحص البطاريات ضروري جدا جدا من أجل عمل منظومة المنزلية. ننتقل إلى موضوع ثاني، موضوع آخر، اللي هو بعد ما جمعنا البطاريات وفحصناهن وسجلنا بياناتهن نتركهن في هذه الأعمدة لمدة من أسبوع إلى 10 أيام، وراها نجي نفحصهن عمود عمود، والبطارية اللي منخفضة جوا 4 فولت نتلفها، واللي محافظة على فولتيتها نخليها. هذا موضوع التأخير وموضوع ترك البطارية فترة هو موضوع جدا ضروري لأجل استمرارية عمل البطارية ومعرفة كفاءتها وقوتها. أخوان بطاريات الليثيوم خطرة جدا، لازم يكون فحصكم يعني مناسب. وآخر شيء عندنا فقرة مهمة جدا مهمة لازم نتابعها، هي بعد ما احنا نشحن البطاريات ونخليهم بالباكي هنا مثل ما شاهدون، احنا نشحن البطاريات ونخليهم بالباك ونرقمهن أرقام مثل ما شاهدون، نرقمهن أرقام. بعد ما نكمل هاي العملية شو نسوي؟ نجي نحسب كل 4، نحسب كل 4 قوتهن. فرضا نجي هنا هسه هاي 2540 2430 2450 2500، نجمعهن يطلع عندي الناتج، او فرضا هالثاني اجمع الناتج مال هذا العمود الفوق، هذا الناتج مالته يصير عندي 9 امبير و920 ملي امبير، هذا يجي ملي امبير، هذا الناتج مالته ملي امبير يطلع عندي الناتج هذا. هنا انا اجمعه واجمع الجوال الثاني واجمع البقيه الى ان اوصل بالاخير بنهايه العمود هذا كله، يعني كل 4 احسبهن واطلع الناتج مالتهم 9 امبير و920، الثاني مثلا 9 و800، الثالث الى ان اجمعهم كلهن الناتج هنا يصير الناتج هنا بالاخير عندي، لو فرضا نقدر نقول يعني كفرضا جمعنا الناتج مال هذه العمده طلع عندي مثلا 150 امبير، 150 امبير هذا العمود. يعني انا صار عندي هسه شنو صار عندي عمود
يتكون مثلا من 100 بطاريه او 50 بطاريه، المجموع الكلي مالته بالارقام حسبناه كل بطاريه عم يطلع المضبوط طلع 150 امبير. المفروض الثاني اجمعه نفس العدد، المفروض الثاني اجمعه نفس العدد يطلع 150 امبير. ما ممكن انا هذا اخلي 150 الثاني 160 170 حيختلف عندي الكل 150 امبير. فاضل شو اسوي؟ اناور البطاريه، اناور يعني اجمع البطاريات واحسبهن واخليهن، اذا لقيت رقم كبير اشيل، اذا بالباك الثاني برقم اقل واخليهن الى انا وازن الامبيريه بكل عمده. لما اجي اسوي الاعمده اطلع العمده لازم اجي عندي مثل ما تشوفون هنا عندي هاي العمده هنا، يعني هذا العمود هذا العمود هسه هذا العمود 150 لازم حسبته، وهذا العمود 150 وهذا العمود اللي اشتغل به 150 امبير راح يصيرين، راح يصير مجموع عندي ثلاثة اعمده على 150 والبقيه هيك كذلك واجمعهم انه كلهم يسوين باك واحد. فهذا ضروري جدا من اجل انه يطلع عندك الباك مضبوط وما يصير عندك اختلاف بالشحن والتفريغ ويصير عندك اشكالات بالمنظومه. لذلك ارقام البطاريات نضيف ان احنا نجمعهم ونطلعهم بالاخير الناتج مالتهم، يعني مثل ما شاهدون هذا عندنا الباكات احنا جامعين 150 امبير 150 هذا 150 راح يصير المنظومه عندها 150 24 فولت. هاي جدا مهم الفقره وانتبهوا لها اخواني. ننتقل للموضوع الاخير اللي هو حاليا عمل الباز بار. هذا قدامكم تشوفوه، نعمل هذا الباز بار، هذا لازم يكون 10 ملم بين الخمسة والعشرة ملم، بس احنا نفضل يكون 10 ملم. نصممه على تصميم على نفس الباك، نفس اللي يكون بعد بدايه الباك نهايه الباك، يعني يطلع برا ونسوي له قفيص ونخليهم بالنص بين كل بطاريتين، نخلي الباز بار. بعدها نثبت الفيوزات بالطريقه تكون عايش عموديه الجانب صفح كل فيوز هيجي ونلحمهن ذني بالتساوي لحد ما نكمل كل العمود بهالطريقه هاي. نفس طريقه الفيوز نلحمهن بطاريه على القطب بطاريه على القطب ونجرهن. عندنا نوع ثاني من الفيوز اللي يسموه هذا فيوز واير، هذا فيوز واير، ذاك فيوز قزاز. مجموعه عندنا من فيوز القزاز، احنا نفضل فيوز القزاز شويه بالتركيب واللحم شويه يتحمل، هذا فيوز الواير شويه متعب بالعمل لكن هو ماكو اشكال بيه. هاي قدرته 5 امبير وتقدر تستخدم انت من 1.5 الى 5 امبير. هاي بالنسبه للباك، وانتظرونا في الفيديو الجديد ان شاء الله، والسلام عليكم.